مهندسة كويتية تم اختيارها لتمثيل جامعة أريزونا على مستوى أمريكا لأضخم مشروع للخرسانات، هذا كان مشروع تخرجها. نرحب أكيد بالمهندسة دينا البستان، كل عام وانتم بخير وحياك الله. بخير، أساس من عوادة دينا، ودينا اسم حلو ونادر، إيش معنى دينا؟ والله أنا ينتي أبوي هو اختار اسمي، ما أدري شو نصير بس قال أبيها دينا. لا حلو الاسم حبيبتي، يمكن نفتخر بفيك ونفتخر بإنجازك، ويمكن نقول أن هذا مشروع كان التخرج. مشروع التخرج أي. شلون تم مشروع التخرج وعلى أي أساس اخترتي هذا المشروع؟ هو دائما بتحط طلبة الهندسة يكون في آخر سنة مشروع تخرج، يكون على مدار سنة بس، يعني هم الدكاترة هم يعني يصنفون الطلبة على جهدهم خلال 4 سنين، يحطونهم على كل مشروع، والمشروع اللي أنا اختاروني فيه هو كان يمثل الجامعة. فكل سنة يصير ويعني يختارون يشوفون منو أفضل طلبة يمثلون الجامعة ويحطونهم بالمشروع. حلو، يمكن قبل شوي شفنا مع المشاهدين الخرسانة العادية تتكون من الاسمنت، رمل، الماء، يعني هذه معروفة، لكن أنت شلون يعني أخذتي أفضل تصميم لخرسانة؟ شنو المميز اللي كان في هذا التصميم؟ المميز هي في شركة اسمها PCI كل سنة تسوي مسابقة وتحط فيها شروط. هي الخرسانة مثل ما قلت عبارة عن سمنت ورمل وماء، بس هم يحددون كم النسبة، هم يعني يحطون مثلا شروط، يقولون انه لازم اقل تكلفة. وهي الخرسانة تكون عبارة عن التحدي اللي بهذا المشروع، هي الخرسانة عموما ما يصير تنكسر حق المباني حق الجسور، فالتحدي اللي بهالخرسانة انه يعني يحطوا لي ضغط معين ويقولون انه لازم تصاومي لخرسانة تنكسر عندها الضغط، فهذا هو كان التحدي. أنا توقعتي هذا التحدي يوصل إلى النجاح؟ والله بالبداية كان كنا نواجه صعوبات لأن يعني شيء جديد وإحنا قاعد نطبقه، ولازم من الألف إلى الياء أنا أصمم، أنا أسوي الخلطة، أنا مشروع فردي يعني مو مشروع جماعي. هو كان بالبداية 4 أشخاص بعدين نتفرع، كل واحد يسوي التصميم الخاص ونقدمه وينقون واحد. حلو، وانت اليوم فخر اكيد لكل بنت كويتيه كونك اول كويتيه تخرجتي في يعني وتخصصتي في الخرسانه، لكن شلون احنا اليوم بالكويت راح نستفيد عمليا من هذا الموضوع ومن هذا المشروع؟ هو مثل ما قلت لك ان الضغط كان تحدي، فانا يعني مثل الحين توا الصبه كانت طايحه عند رحال وانتشرت انستغرام، فهي المفروض ما تطيح، يعني المفروض تتحمل الضغط حتى مع جونا ومع الأجواء والضغوطات الموجودة. أكيد أكيد مع الجو، لأن هو الجو يكون عامل من العوامل لما أنت تبي تصمم الخرسانة. حلو. لازم أنت تعرف حتى يكون داخلها مثل حدايد يسمونهم سترانز، فلازم أنت تنقي كل حديدة مع حديدة تلم المسافة بينها عشان تتحمل ضغط معين. فأكيد يعني إذا الكويت تبنت المشروع وطورت فيه من الكويت أكيد راح يفيد نوايا. دينا، يمكن الواحد لما يكون اهتمامه بموضوع معين ويلقى النجاح يحس ان عيونه لا ارادي تسحبه حق الشيء نفسه، يعني اكيد قاعد تطلعين خرسانات كل شيء، خرسانات المجمع، خرسانات البيوت، فللحين ما زلتي للحين تطلعين هالاشياء هذه؟ اي يعني حتى بعد نجاح المشروع. يعني انا ادور وين الشيء اخترب بالكويت، فحتى هذه الخرسانه اللي طاحت على طول شفتها بالانستغرام، راح اقوم اقول لها شفتي هذه؟ تدرين لو مسوين شيء تشي راح تضبط ما راح تطيح. فاكيد يعني هذا شيء حبيته من تخصصي. حلو، دام منك في جامعه اريزونا يعني جامعه عريقه وعالميه، اكيد راح يكونون في معاك طلبه من اليابان، من الصين، صح، من امريكا، من كل مكان. شلون التحدي هذا كان داخلك اليوم دينا كونك بنت كويتيه ودخلتي واخذتي افضل تصميم؟ شوفوا دائما المشكله اللي احنا بالكويت انه يعني ما نحس ان يعني الكويتي او الكويتيه يقدرون يبدعون. لا قادرين اكيد. إيه. الحمد لله احنا قدرنا، وكان بالنسبه لي انه تحدي، وانا كنت ابي ناس من مختلف الثقافات من مختلف الدول، لان وكنت ابي اسمي يطلع بهالمشروع، مع انه كان معي ناس من امريكا، ناس من مختلف الدول مثل ما قلت لك، بس الحمد لله يعني برست اسمي. تخرجتي ب 4 سنين ونص؟ 4 سنين. تخصصين مدني وميكانيكي. وميكانيكي. اي. زين، ما تحسين ان التخصصين ما شاء الله يعني تخصصين مختلفين عن بعض؟ صح. وشلون تخصصين؟ انا كان تخصصي هندسه مدنيه بالبدايه. عقب سنتين انا نوعي من وانا صغيره دائما احب اتحدي، احدي نفسي. زين، فقلت ان خلصي هندسه ميكانيكيه، وما كنت قايله حق ولا احد، لا امي لا ابوي. فأمي لما جت تخرجي الوالد ما كان يقدر يجي،
قلت لها راح اقول لك شيء بعدين عقب التخرج. فيابوني حطوا لي كرسي اول وحده. زين كان ادز لها واتساب قلت لها ترى انا دارسه تخصصين متخصص واحد. فالحمد لله هناك مسموح ان الواحد يدرس تخصصين. اي مسموح. حلو، يوم فكرتي دينا بهالتخصصين اكيد قبل لا تفكرين انك بتنتقلين وتروحين هذه الجامعه تاخذين راي الاهل، كان في صعوبه في اقناعهم ان انت اليوم بنتك كويتيه قادره تتخطين الصعوبات خارج الكويت؟ هو بالبدايه يعني اول ما قلت حق اهلي ان انا ابي ادرس برا يعني اكيد كان خوف شوي الوالد انه كوني كبنيه بنته انه بتروح تتغرب هل راح تقدر ما تقدر، لانه يعني الغربه كفاح، يعني وايد ناس تقول ان اي احد مو مغترب سيرته ذاتيه ناقصه، لان هناك خلاص راح تتكون شخصيتي عمري 18 سنه كل شيء لازم انا اسوي ماكو احد وياي، وبعدين الغربه وايد قاسيه وايد تعلمك على اشياء وايد تطور من نفسك اعتمادك الكلي على نفسك ما عندك احد. انت للحين ما توظفتي؟ ما توظفت لا. وصار لك سنه متخرجه ولا شهر 8 فشنو ببالك وين المكان اللي عينك عليه يعني يقولون من خلال برنامجنا هني ندعو؟ كل المكان اللي ببالي عليه انه اول شيء طبعا النفط، واي يعني اي مجال انا اقدر اطور من هالمشروع اللي سويته برا لانه وايد راح يفيد الكويت. وهم ممكن نطبق المشروع اللي درستي نفذتي هناك ونجحت ممكن يطبق هنا عندنا؟ اكيد ممكن يطبق. وهم يعني عندي ميول ان اكمل دراسات عليا اكيد ان شاء الله. زين ما تحسين ان انت بنيه صعب عليك هالخرسانه يعني الاشياء هذه المدنيه، ولا الموضوع صار عادي وايد في بنات قاعد يدرسون هذا التخصص؟ شو هو الفكره دائما ان الناس تشوف ان البنت يعني ما تقدر حق اشياء مثلا الريال يسويها، بس ان هذا شيء غلط. يعني انا حتى كان معي واحد امريكي كان يقول لي لا انت ما راح تقدرين انت ما راح تسوين، كان اقول له شوف انا بطلع مشروع اخر. زين فدائما هذه الفكره على البنيه، بس بالعكس البنيه قادره. في مشاريع لفتت انتباهك حبيتيها هناك من الطلبه؟ مشاريع كان في مشروع كنت حابة أشارك فيه، كان مشروع عبارة عن بناء جسر، وكان هم التحدي أن الجسر لازم هم ينكسر عن ضغط معين، بس أنه كان عميد كلية الهندسة يبيني بالذات حق هالمشروع. ممكن يصير في دراسة يعني مخططة بالمستقبل أنك تنفذين هذا المشروع اللي كان خاطرك تكونين فيه؟ إيه أكيد، لأن يعني الدراسة هي نفسها إحنا نكون دارسين هم عبارة عن كود هندسي، هو كتاب يعني يكون فيه أسس ومعايير ثابتة ما تتغير، فإحنا كلنا دارسين نفس الشيء. حلو، مثل ما قلتي دراستي هندسة ميكانيكية وهندسة إدارية، وهم بقول حق حصة إن أيام الجامعة دائما إحنا كنا كطلبة متوهقين أول ما ندش الجامعة، لكن دينا كانت مثال مشرف ساعدت أيضا الطلبة الكويتيين الموجودين خارج البلاد. نشكرك على وجودك اليوم ما قصرتي، مشكورة على النقصة الجميلة اللي موجودة. والله مشكورة ما قصرتي، وفيها فكرة غريبة يعني إن هذه لعبة قدامة مميزة مثلك مميزة حبيبتي ما تكسرين. يعطيك العافية وعساك من عواده ان شاء الله. عساك من عاجل الفايزين. يعطيكم العافية مشاهدينا، راح ننتقل الى فاصل ونشوف بعدها شنو محضرين معاكم، تابعونا.